اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مسقط اليوم مع معالي السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة في المجر وذلك بمناسبة اجتماع الدورة السابعة والعشرين للمجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك وجرى خلال الاجتماع بحث مسار علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تطوير وتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي